Türkçe öğrenin. Derle ve Lola Türkiye. İşim bu. مرحبا بكم في دروس تعلم اللغة التركية. في هذا الدرس سنقوم بتعلم بعض من أشهر عواصم دول قارة آسيا. روسيا هي روسيا بالتركية وعاصمتها موسكو هي موسكوفا بالتركية. الصين هي تشين بالتركية وعاصمتها بكين هي بكين بالتركية. الهند هي هندستان بالتركية وعاصمتها نيو ديلهي هي يعني ديلهي بالتركية. اليابان هي جابونيا بالتركية وعاصمتها طوكيو هي طوكيو بالتركية. باكستان هي باكستان بالتركية وعاصمتها إسلام أباد هي إسلام أباد بالتركية. إيران هي إيران بالتركية وعاصمتها أظهران هي طهران. اليمن هي يمن بالتركية وعاصمتها صنعاء هي صنعاء بالتركية. سوريا هي سورية بالتركية وعاصمتها الشام هي شام بالتركية. العراق هي عراق بالتركية وعاصمتها بغداد هي بغداد بالتركية. المملكة العربية السعودية هي سعودي عربستان بالتركية وعاصمتها الرياض هي رياض بالتركية. عمانية عمان بالتركية وعاصمتها مسقط هي مسقط بالتركية. الكويت هي كويت بالتركية وعاصمتها الكويت هي كويت. إذا كنتم تقيمون في آسيا في أي من هذه الدول تقيمون؟ كانت هذه نهاية هذا الدرس. نلتقي في الدرس القادم. غوروشور.